خلونا دلوقتي نبتدي بالاخبار اللي معانا. مجلس الوزراء وافق امبارح على عده قرارات ابرزها حزمه الاصلاحات اللي وجه بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان تحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدوله، واللي بتتضمن رفع الحد الادنى للاجور بنسبه 50% ليصل ل 6000 جنيه شهريا. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء بقى فيما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية اللي تم التوافق بشأنها. تفاصيل أخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات أبرزها حزمة الإصلاحات اللي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والكادرات الخاصة وأيضاً الهيئات العامة الاقتصادية، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، وعقد معه اجتماع لمتابعة التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد برنامج الهابيتات، مؤكداً حرصه على المتابعة الدورية لما تم إنجازه فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للمنتدى الحضري العالمي اللي بتتطلع مصر لأن يتم تنظيمه على أعلى مستوى على غرار مؤتمر قمة المناخ COP27 اللي استضافته مدينة شرم الشيخ نهاية عام 2022. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي بهدف إعادة الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة. امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية اللي تم التوافق بشأنها. كما أشار إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية بهدف تفعيل هذه التوصيات اللي حدث توافق بشأنها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة أسوان تم اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، واللي بتعتبر تاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. أما في القليوبية فتم الانتهاء من تطوير الكورنيش عشان يكون متنفس جديد لأبناء مدينة بنها، مش بنها بس، كمان بالنسبة للمدن المجاورة. كمان في الغربية بيتم إنشاء مركز خدمات مصر، واللي بيهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد وكمان تسهيل الإجراءات على المواطنين. في أسيوط تم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزي بنسبة بلغت 90%. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ تم تنفيذ التجهيزات لأعمال الرصف بقرى التمانين، سبع السلام والحفير بمركز الحمول ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية، وبتستهدف أعمال الرصف بالمراكز والمدن رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق. فأسوان أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، اللي بتعد ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبتشمل وحدات طب أسرة جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيمة، البيارة، الشيخ مصطفى، الدقديق، وأبو سمبل، إضافة لمركزي طب أسرة السيل. في القليوبية أكدت المحافظة الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل وتوريد عربات متنقلة للطعام وجاري طرحها للشباب لتكون متنفس جديد لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وده ضمن خطة استغلال هذه الأرض حتى لا تتحول لمكان عشوائي يشوه المظهر الحضاري للكورنيش.
في الغربية بيتم إنشاء مركز خدمات مصر اللي بيهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد وتسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، واللي بيعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن. في بني سويف أعلن معهد التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في قرى ونواحي المحافظة لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، وتم تقديم الخدمات البيطرية المتنوعة لحوالي 6000 حالة لدى 3029 من صغار مربي الماشية. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ الأعمال بمشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد بتكلفة إنشاءات بلغت 400 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 90%، وده ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، وده تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030. في الأقصر أعلنت المحافظة انتهاء جميع أعمال مشروع مجزر القرن الجديد وإقامة مركز للخدمات الداعمة لقطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة، وبيمتد مجزر القرن على مساحة 3.5 فدان وبيستوعب 400 رأس من الماشية يومياً، ومن المقرر أن يخدم جميع مراكز ومدن محافظة الأقصر وبعض المناطق في محافظة قنا.